رجعنا لحضراتكم مره تانية. الحمد لله نهال الجو ابتدى يتحسن وموجه الحر دي ابتدت تقل شويه ودرجات الحراره كويس لطيفه جدا. طيب امبارح بدات امتحانات الثانويه العامه بماده اللغه العربيه، الحمد لله الامتحان مر بسلام وامان، والاهالي النسبه الاكبر منهم كانوا مروحين مع اولادهم وهم سعداء بالامتحان وقالوا ان هو كان بسيط. عامه احنا سالنا الناس في الشارع عن الثانويه العامه عامه، تعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع لكم مره تانية. ذكريات حضرتك ايه مع الثانويه العامه؟ كانت ذكريات جميله بامانه، يعني ده احلى ذكريات والله، وكانت فيها احلى صحبه تمام، وكانت كلها صافيه الحمد لله. يعني كانت بالنسبه لي عنق زجاجه، يعني لازم اعدي المرحله دي بكل بقى يعني بكل مشتملاتها، بتوترها بقى وكل مثلا الاهل والجيران وصحابي بقى، لازم انت في ثانويه عامه لازم انت تركز، لازم انت تجيب يعني حاطط ريتم معين كده قدامي ان انا عايز ابني مستقبل، ومستقبل يعني يكون على قد طموحاتي انا شخصيا. لا يا، كانت ذكريات كويسه وذكريات مش كويسه، يعني في الحالتين الواحد ربنا كرمه. والله ايام جميله جدا، وكانت ايام فيها مذاكره وكده، كان فيها ضغط وكده، بس برضو ايام ما فيها على قد ما تتعب بس هتلاقي كليه حلوه وكده. بالنسبه للمذاكره والجهد اللي كنا بنعمله ده كان ضغط في وقتها. موقف عمرك ما تنساه في امتحانات الثانويه العامه؟ لا الحمد لله، يمكن تقريبا افضل من يعني القلق والتوتر ده غالبا بيبقى موجود عند البنات بس، انما الحمد لله ما كناش بنقلق ولا نتوتر من شيء الحمد لله. رحت امتحان متاخر ساعه تقريبا، امتحان فيزياء مع رئيس لجنه، فرئيس اللجنه ده كان حد جاي متاخر فتعامل معاه بشكل مش كويس، فبقول له يا فندم بالراحه شويه وما ينفعش كده، قال لي لا وانت مالك، فتعدى عليا بالالفاظ، فانا في الوقت ده يعني قلت له انا مش هقدر اتكلم مع حضرتك، لان انا لو اتكلمت مع حضرتك في الوقت ده انا هتاذي. كنتش بذاكر لحد شهر 11 خالص، كنتش بروح دروس، اني كنت داخل عندي امتحان انجليزي وانا كنتش مذاكر قوي، بس الحمد لله دخلت وحليت يعني كويس. انا مره عادي صاحبي يعني وهو خارج من اللجنه رمالي ورقه تحت رجلي، لا محدش شافها، بس انا برضو ما استغلتهاش، ما بعرفش اغش، فخليتها تحتي وانا خارج خدتها حطيتها في الباسكت ورحت راجع. حضرتك كنت علمي ولا ادبي؟ واكتر ماده كنت بتكرهها؟ كنت ادبي، ما فيش ماده بكرهها. كنت ادبي، اكتر ماده كانت عامله لي ازمه كانت تاريخ فيزياء. لسه 16 درجه مع ذلك دخلت تربيه زي تاريخ بصراحه. كان علم النفس 60 من 60 انجليزي، عشان انا ما كنتش كنت بحب اللغه بس كدراسه ما. اكتر ماده عامله لي ازمه تاريخ. كنت ادبي، الماده اللي كانت عامله لي ازمه التاريخ.